سمعنا بأنكم تفتون بجواز الجوالات التي فيها كاميرا، وذلك بأنه جائز استخدام الكاميرا التي في الجهاز لأنها رقمية، فهل هذا صحيح؟ وأنت تصدق كل ما سمعت؟ الكذب كثير، الكذب والافتراء كثير، ونحن نحذر والعلماء يحذرون من الجوالات التي فيها كاميرات، وهي ممنوعة أيضا، ممنوعة من جهة السلطة، ولا يجوز بيعها لما فيها من الفساد، وما فيها من تصوير النساء، وما فيها من تصوير في حد ذاته حرام. كيف إذا استعملت لتصوير النساء في الحفلات وغير ذلك؟ فهي وسيلة فساد. والقاعدة أنكم إذا ذكر لكم عن شخص أنه أفتى، ما تصدقون بمجرد النسبة، حتى تطلبوا الإثبات إما من صوته مسجل أو كتابته توقيعه. الفتوى إذا نسبت إلى شخص فلا بد إما أن يحضر كتابته وتوقيعه عليها، وإما أن يحضر تسجيله صوته، مع أن الصوت قد يحصل فيه أيضاً محاكاة، أو لكن الكتابة والتوقيع هي التي تكون أثبت. نعم، أحسن الله إليك. وأنتم في وقت الكذب، أنتم في وقت الكذب والافتراء، فلا تصدقوا إلا ما ثبت. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم.